رفيق يومنا وجزء من تقاليدنا وعاداتنا العربية، إنه الشاي بمختلف أنواعه وطرق إعداده. ورغم احتوائه على الكافيين إلا أن غناه بالمواد المضادة للأكسدة يجعل فوائده كثيرة في محاربة عدد من أنواع السرطانات وأمراض القلب وغيرها. أنواعه تختلف باختلاف طريقة تصنيعه، والدراسات أظهرت أن الأخضر الأكثر فائدة. للمزيد عن الشاي وخصائصه تنضم إلينا من جدة أخصائية التغذية نسب العدر. طبعا بنرحب فيك معنا يا نسب، وبنقول لك صباح الخير. طبعا الشاي زي ما قلنا مليء بالفوائد، أو هكذا يقال، ودائما هناك حديث عن دوره في الوقاية من السرطانات، فهل هذا الشيء فعلا مثبت علميا؟ صباح الخير يا سارة. صحيح، في كتير إثباتات علمية بتدل أنه الشاي بيساعد على مقاومة السرطان. ليش؟ لأنه كل أنواع الشاي غنية بمضادات الأكسدة. طبعا كل أنا أربع أنواع من الشاي، اللي هو الشاي الأسود، الشاي الأبيض، الأخضر والأولونج تي، كلياتهم بيجوا من نفس الشجرة اللي هي كاميليا سينانسيس. بس بيختلفوا بطريقة التصنيع. أكثر شيء بيتم تخميره وتصنيعه هو الشاي الأسود أو الأولونج تي، فبيفقدوا من بعض خواص المضادات الأكسدة، بس برضو بعد ما كتير تم تحميصه وخصه من مضادات الأكسدة بدل يعتبر مضادات الأكسدة فيه عالية نسبيا وبيساعدوا على الوقاية من الأمراض. إذا هل صحيح طيب نسب أنه الشاي الأخضر هو أكثر فائدة من كل هذه الأنواع الأخرى، وما هي الفوائد؟ صحيح، لأنه أهم مضاد أكسدة موجود بالشاي هو الـ ECGC، هو أكثر تركيز عنده بالشاي الأخضر. الشاي الأخضر من فوائده أنه بيقدر يحمي من كولون من سرطان الكولون، المعدة، البنكرياس، وأيضا الثدي وسرطان الرئة. كمان بيساعد على الحماية من انسداد الشرايين، بيساعد على تقليل الكوليسترول، وأيضا مضادات الأكسدة اللي فيه بتحمي خلايا الدماغ من الأكسدة، لهيك بتحمي من الألزهايمر ومن الباركنسون. نعم جميل. طيب يمكن، وطبعا مثل ما كنا بنسمع بيحرق الدهون. ايوه هو هذا اللي بدي اسالك بسيطة. عنه ايوه هو هذا اللي بدي اسالك عنه، يعني بيقولوا جدا بسيطه. جدا جدا بسيطه، يعني ما بتاثر سواء اخذ الواحد شاي احمر او اسود زي ما بتسموه، ولا اخضر او ما الى ذلك، ما بتفرق يعني بالنسبه لحرق الدهون؟ نعم، يعني تقريبا نحن بنحتاج 5 اكواب شاي اخضر باليوم لنحرق فقط 80 سعره حراريه بس. يعني على معدل بنحتاج 3 شهور لنقدر نعم يعني 3 شهور لتقدري تنزلي كيلو واحد بس. لا اله الا الله. طيب نسب، ايش ماذا عن الكميه المناسبه للشاي في اليوم تقريبا؟ يعني كل كوب شاي فيه تقريبا من 15 ل 60 ملي جرام من الكافيين. نحن ماكسيموم لازم ناخذ 300 ملي جرام من الكافيين. انا بنصح انه تقريبا ما نتعدى 4 اكواب شاي باليوم. طيب يعني كمان زي ما انت ذكرتي انه الشاي انواع، ودارج مثلا دحين في موضه اللي هو الشاي الابيض، اذا تحكي لنا عنه هل له فوائد؟ صحيح، الشاي الابيض بالزمانات كان حسن فقط على العائله المالكه بالصين، ولهالسبب ما في عليه إسا دراسات كتير. هلأ المفروض لأنه هو أقل شيء تحميص، الشاي الأبيض هو مثل ما هو بنستخدمه، يعني ورقة الشاي ما صار له أي شيء. بالنسبة للشاي الأخضر بيتبخر بالماء بيصير شاي أخضر، وقلنا الشاي الأسود هو أكثر شيء بيتحمص، فالمفروض أنه الشاي الأبيض هو يكون أكثر شيء في مضادات أكسدة، فالمفروض أنه يكون عنده أكثر شيء فوائد صحية، بس إسا ما في دراسات كافية له. نعم. طيب بالنسبة للشاي اللي بنشوفه حتى دحين منتشر، المنكه اللي يكون مثلا بالفانيلا بالفواكه، هل يكون مثلا يعني فقط قيمته الغذائية بالنسبة للشاي، اللي بنشوف حتى كمية الشاي أقل؟ صحيح، هو عبارة عن شاي أسود ويضاف له المنكهات، تقريبا نفس القيمة الغذائية للشاي الأسود. نفس الشيء. طيب بالنسبة لكمية الكافيين اللي في الشاي، هل فعلا مثلا أن الواحد لما يشرب شاي في الصباح بيكون منشط بنفس الطريقة اللي القهوة بتكون منشطة فيها؟ تقريبا الكافيين بالشاي أقل بشوي من القهوة. طبعا قلنا بيختلف نسبة الكافيين حسب أي نوع شاي، كل ما زاد التحميص كل ما زاد التخمير كل ما زاد فيه الكافيين، لهيك عندنا الشاي الأسود هو أعلى واحد بالكافيين. طيب والشاي بالحليب، في دراسات كمان قالت انه بمجرد واحد بيضيف الحليب بتروح الفوائد، صحيح ولا لا؟ وبالنسبه للشاي المثلج كمان. صحيح
صحيح، إضافة السكر وإضافة الحليب للشاي بتقلل من استخدام الجسم للمضادات الأكسدية اللي فيه. السكر بيقلل، لهيك الشاي المثلج لأنه بيتحضر بكميات سكر عالية كتير ما بيكون فيه له فوائد. أما لو حضرنا الشاي بالبيت وبعدين نحن جمدناه، نحن حطيناه بالفريزر أو حطيناه بالثلاجة، عادي بتدل فيه نفس الفوائد الغذائية. طيب، واللي هي المشروبات اللي الشاي بيكون فيها مثلج، يعني زي الآيس تي وما إلى ذلك، هل فيها برضو نفس القيمة الغذائية اللي في الشاي العادي؟ مثل ما قلنا الجاهزة بيكون فيها سكر، السكر بيمنع المضادات الأكسدية يلي بالشاي ما بنقدر نستفيد منها. أما لو نحن حضرناها بالبيت وما أضفنا السكر ما في مشكل. نعم. طيب بالنسبة للأطفال، هل يعني مثلا مسموح لهم يشربوا الشاي؟ وإذا أيوة يعني قد كم كاسة مثلا؟ طبعا الأطفال لأنه جسمهم أصغر فتأثير الكافيين بيكون فيهم أكثر، فيفضل أنه ما يتناولوا كتير شاي، يعني واحد أو ماكسيموم اثنين باليوم. أيوة. طيب هل في فعلا علاقة بين زي ما يقولوا أنه الشاي والمزاج؟ الشاي يعني ممكن الواحد أنه خلاص يتعود على الشاي لدرجة أنه يدمن عليه؟ نفس مثل القهوة، نحن بندمن على الإفكت اللي بتعطينا إياه، أنه منكون أكثر تنبيه، يعني أكثر فايقين، لأنه فيها كافيين فيها منبهات، فتأثيرها على الدماغ تأثير المنبهات. طيب بالنسبة نسب للشاي، هو طبعا يعني تقريبا ما أعرف إذا هو عديم السعرات الحرارية أو قليل جدا، كيف ممكن نخليه صحي؟ لأن بنشوف ناس حتى بتزيد سكر يعني حتى زيادة، إيش ممكن تعطينا نصايح؟ الشاي فيه تقريبا 20 سعرة حرارية الكوب الواحد، ما نحط له أي إضافات، ما نحط له سكر وما نحط له حليب كريمة أو أي أشياء تانية، طبعا هي كلها بتزيد السعرات الحرارية وبنفس الوقت حتقلل من فوائده. فالأفضل نشرب الشاي مثل ما هو، ممكن نزيد مثلا نعناع، نزيد قرفة، هيدي كل أمور بتعطي نكهة بلا ما تزيد السعرات الحرارية وتقلل من فوائده الصحية. طيب، وفي كمان اللي هو يعني كثير ناس بيحبوا الشاي اللي هو بيكون مفرفط، يعني وفي ناس بيحبوا الشاي اللي بيكون بأكياس، هل بتختلف مثلا يعني من حيث الصحة أو القيمة الغذائية له؟ طبعا كل ما كان فريش أكثر، يعني في مضادات أكسدة، فطبعا الأشياء اللي نحن منجيبها الفريش أحسن من الأكياس الشاي الجاهزة التحضير. أيوة. طيب نود طبعا أن أشكرك على وجودك معنا من جدة، أخصائية التغذية نسب العتر.